فاجئي كل اللي حواليكي بريحة عطر مميزة، أو ابهري جوزك بليلة عيد مختلفة. اعملي لنفسك بارفان مختلف غير اللي انتي متعودة عليه. النهاردة كل سنة وانتم طيبين. مفروض الفيديو ده كان ينزل امبارح او اول، بس طبعا انشغلنا بالعيد وتجهيزات العيد، وطبعا بس حبيت اهديكم الفيديو دوت، يبقى ختاميها كده مسك. وعندنا على القناة ملفات كتيرة، عندي ملف تجهيزات العرايس، ملف الدلكة، ملف تفتيح الجسم، كمان في ملف خاص بتساقط الشعر، بأعشاب هندية موجودة عند أي عطار هتعرفيها، بتساعد فعلا في زيادة نمو الشعر وسمك الشعر، بعودا عن الناس اللي بتستخدم الزيوت. يعني عشان لو حد لسه داخل القناة، ده تعريف عن الحاجات اللي عندنا. يعني عندك الدلكة، عندك ملف التجهيز العرايس، عندك ملف للزيوت، عندك ملف للزيوت الهندية، وكمان ملف لعلاج تساقط الشعر بعد الحمل والولادة بحاجات طبيعية ما تضرش كمان الرضاعة أو تضر البيبي. و اللي ما اشتركش في القناة ياريت ينور لي بالاشتراك وتفعيل الجرس على كل وصول كل جديد. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده، احنا النهاردة هنعمل عطر مختلف لليلة العيد. انا هنا معايا ده سي ارماني احمر، طبعا هو ممكن يكون مش معروف، يعني مش جديد عليكم، بس يعني هو بيبقى للمتزوجات اكتر ان انتي تعمليه في بيتك، ما ينفعش تخرجي بيه عشان هو السكس شوية، فتبقي ريحتك مختلفة. هتروحي عند اي بتاع تورت اللي عايزة سي ارماني احمر زيت. وكده انا وريكو انا جبت الورد ده، انا هزين بيه الازازة، هزين بيها، حابة تحطيه تحطيه، مش حابة تحطيه مفيش مشكلة عادي خالص. واهم حاجة الازازة بتاعتي تكون اللي هي بيسموها الوز، عشان خاطر تقدري تفتحي وتحطي الورد كده بكل سهولة بايدك، مش هنحتاج حاجة. يعني انا بصوا بشتغل قدامكم، هتنزليه لو الوردة كاملة ممكن تقطعي وردات، ممكن تجيبي وردة صناعي صغيرة وتحطيه كشكل تزيين للازازة، او ان دي تبقى ازازة مختلفة ان انتي هتحطيها في البيت مش هتنزلي بيها الشارع. ده عطر خاص للمتزوجات لانه سكسي شوية. انا هفضل ادخل الورد كده بطريقة سهلة وبسيطة بكل سهولة. بصوا يعني بدخله بالرزاز اصلا بتاع الازازة، هيديني شكل مش اكتر. الحركة دي بتفرق في ازازة البرفين او بتخليها مختلفة ان دي بتاعت البيت. وبعد كده انا هحط مية مقطرة، ولازم مية مقطرة، ما ينفعش مية من الحنفية. انا بس بجيب مقص وبقصها، بس كانت مرخمة شوية، اتقصت غلط مش عايزة تنزل. دي كمان بدل الكحول، طبعا الزيت ما بيختلطش بالمية، فطبعا اهو انا بوريكم ان انا بفضي الكيس. احنا هنحتاج في العبوة دي حوالي 100 ملي، كيسين مية مقطرة، وده بديل للكحول للناس كمان اللي عندها حساسية. والوصفة دي كمان احنا خفينا الزيت العطري اهو، هنزل بيه، هنزل بكيسين مية مقطرة، يعني بيبقى حوالي 3/4 الازازة كده، زي ما بشرح لكم كده وبقول لكم يعني 3/4 الازازة. وبعد كده هنزل بالزيت العطري بتاعي. طبعا انا هنا حاطه سي ارماني احمر، انت ممكن تحطي اي زيت عطري اللي يعجبك. انت هتروحي عند بيع زيوت البرفانات هتبتدي تخليه يديكي اي ريحة، بس جربي السي الارماني الاحمر، حلو جدا وبيبقى يعني مسكر كده شوجر. وكمان انا هديله بقى التاتش بتاعي، وهزود كمان عليه زيت الورد، فهيبقى كمان ينفع يتحط
البرفيم دوت طبعا انا مش حاطه فيه كحول، فبالتالي هيتحط على جميع اماكن الجسم، اماكن النبض، الاماكن الحساسه، اي مكان في جسمك. وبعد كده كمان هنثبت بقى العطر ده بايه، اللي هو بديل مثبت العطور اللي في ناس كتير بتتحسس منه، بالجليسرين. يبقى انا كده هخلي الزيت يختلط مع المية بالجليسرين. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت حوالي معلقة وبينزل بكل سهولة، مش بحتاج ان انا حتى احطه بحاجة، انا بحطه بكل سهولة. وبعد كده بقفل العبوة بتاعتي. زي ما انا قلت لكم كده بنحتاج الازازة الالوظ دي، شوفوا بصوا وقع مني عادي، دي بقى يعني برجها كويس جدا، وقبل كل مرة بستخدمها برجها كويس جدا، وبيبقى ده برفان رائع للاستخدام في البيت، ممنوع حد ينزل بيه الشارع لانه ريحته نفاذة وملفتة للنظر وبتثير، فبلاش، انا بقول لكم اعملوا في البيت، بلاش حد ينزل بيه الشارع. فطبعا بتبقى ريحتك مختلفة. ممكن بقى تعملي التجربة ديت او الزيت ده او البرفين ده، سوري، عشان انا لسه كنت هشرح لكم ان احنا هنعمل زيوت مرطبة للجسم بنفس الطريقة، بس طبعا مش هنختلط بيها مية، هنحطها حاجات تانية وكده. ده الشكل النهائي للعبوة بتاعتي، سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة، ما بتعملش حساسية للجلد للناس اللي بتتحسس من الجلد. انا عن نفسي البرفانات التركيب بتعمل لي حساسية، فبالتالي لما احنا خففنا العطر بالمية المقطرة ما بتعملش اي حساسية. ولازم طبعا قبل الاستخدام تترج كويس جدا عشان المكونات تمتزج مع بعضها. ممكن بقى حتة تركيز العطر، انتي الزيت العطري بتركزيه على حسب بشرتك، يعني انا عن نفسي انا بشرتي حساسة، فعشان كده حطيت اصغر طولة كده من البرفيم. ممكن انتي تحطي حاجة اكبر، ممكن تحطي حاجة اقل، هنا بيرجع كل واحد على حسب بشرته. ممكن تحبي تحطي زيت ورد او ما تحطيش، ممكن تحطي زيت لافندر، ممكن تحطي مثلا نوعين ميكس من بيرفيم، مثلا تختاريه من عند اللي بيبيعوا تركيب العطور، تشمي بقى انت الروائح، تشوفي ايه الحاجات اللي انت بتحبيها وتعمليها بنفس الطريقة، هتعطري بيها جسمك كله مش اماكن النبض بس، لا هتحطيه كمان بالطريقة دي. انا خففت العطر عليكي، فتقدري كمان ترشيه في الاماكن الحساسة، مش هيعملك اي التهاب، مش هيعملك اي حساسية. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد.